أحبتي طلبة الصف الثامن، إليكم هذا المقطع الذي يتناول وصف للوحدة الأولى الخاصة بمادة التربية الإسلامية، والتي تلخص في الدرس الأول من مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم، ثم سورة الحجرات، ثم معجزات الرسل، ثم درس في التلاوة والتجويد، بعد ذلك نبي الله عيسى عليه السلام، ثم آداب المشاركة في المناسبات الاجتماعية. في الدرس الأول عزيزي الطالب، لابد أن تعلم أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وهو الذي يرجع إليه لاستخراج الأحكام الشرعية، وذلك ما سيدرس خلال هذا الدرس. ولا بد أن يعرف الطالب أيضاً أنه كلام الله تعالى المعجز والمنزل على سيدنا محمد وحياً مفرقاً بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام. وبكل تأكيد للقرآن الكريم خصائص عدة، منها أنه وحي من الله تعالى إلى الناس كافة، ومنه أن تلاوته عبادة عظيمة، وأنه محفوظ من الضياع والتحريف، لأن الله تعالى تكفل بحفظه من أي تحريف أو تغيير. ولا بد أن يعرف الطالب أنه معجز، أي لا يستطيع أحد الإتيان بمثله، وقد تحدى الله تعالى الناس في أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. وأيضاً من خصائص القرآن الكريم المميزة له أنه آخر الكتب السماوية. خلال هذا الدرس سوف يعرف أو يتعرف الطالب إلى مكانة القرآن الكريم في التشريع الإسلامي. ثم سوف ننتقل لسورة الحجرات. سوف يتعرف الطالب إلى السورة المدنية وعدد آياتها ولماذا سميت بالحجرات. بعد ذلك سوف نقوم بقراءة وفهم الآيات المقررة، ثم سنقوم بالتعرف إلى مضامين الآيات الكريمة والتي تتمحور حول وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله والتأدب معه والتثبت من الأخبار وفضل الله تعالى ونعمه. في الدرس التالي سوف نتحدث عن معجزات الرسل جميعا، سوف نعرف مفهوم المعجزة، ثم سوف ننتقل إلى أمثلة من المعجزات، منها معجزة سيدنا صالح عليه السلام، ومعجزة سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى وعيسى، وكذلك سوف نتحدث عن معجزة سيدنا محمد. سوف يتعرض الطالب كذلك خلال هذه الوحدة إلى الحكمة من هذه المعجزات، وما الفائدة من وجودها حتى يصدق أو يصدق الرسل في دعوتهم إلى الله تعالى. وبكل تأكيد سوف نتناول في هذه الوحدة دروس أو درساً للتلاوة والتجويد تطبيقي، ثم سوف ننتقل إلى نبي الله عيسى عليه السلام لنتعرف إليه ونتحدث عن المعجزة الخاصة به، ثم ننتقل إلى موضوع الحوار الذي كان قائماً بينه وبين والده. أما فيما يتعلق بالتكامل مع المواد الأخرى، فلا بد للطلبة من الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات للبحث عن مصادر، وهي مرفقة للطالب عن أفكار ومعلومات حول معجزات الرسل وآداب المشاركة بالمناسبات الاجتماعية وغيرها. كما يستطيع الطالب تصميم المشروع بالاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. كذلك عزيزي الطالب، في هذه الوحدة تتكامل المادة مع مادة التربية الاجتماعية، لأن الطالب قد يحتاجها في درس آداب المشاركة في المناسبات الاجتماعية، مما يعزز القيم الاجتماعية الخاصة بالفرد. وفيما يتعلق بمشروع الوحدة، فعلى كل طالب أن يصمم مشروعاً، وهو عبارة عن منشور أو مطوية أو عرض تقديمي أو بطاقات ملونة حول نبي الله عيسى. سوف يقوم الطالب بكتابتها والاستعداد لعرضها شفوياً،
وسوف يتم تقييمه من قبل الطلاب والمعلم، ويندمج مع المجتمع، إذ يقوم المشروع على نشر الوعي بين الطلاب بالإضافة إلى تقوية حس التوازن والمسؤولية بما يواكب البكالوريا الدولية. وتحت رؤية المدرسة الأمريكية الحديثة في رعاية المتعلمين مدى الحياة والمفكرين العاملين ليصيروا مواطنين مسؤولين يتمتعون بصفات قيادية وقيم عالمية، مغارة الفخر في الهوية الثقافية للفرد، قمنا بدعم الطلاب وتوعيتهم حول الأمور الدينية والعقيدية ليتعرف إلى المصدر التشريعي الأول ألا وهو القرآن الكريم، بالإضافة إلى أنه سيتعرف لمعجزات الرسل مما يزيد الوعي حول الثقافة الدينية للطالب، وسيتعرف إلى آداب المشاركة في المناسبات الاجتماعية بالتكامل مع التربية الاجتماعية. كذلك يساعد هذا على تزويد الطلبة ببيئة تعليمية تفاعلية مدمجة تحفز التحدي ضمن مجتمع دولي متعدد الثقافات يركز على المناهج العالمية والتوازن النفسي للمتعلم، ويعزز العقلية الدولية، ويوفر العديد من الفرص والخبرات التي تساهم في تطوير المتعلمين. ومن المهم بمكان أن ننوه أن هناك مصادر خاصة للوحدة يستطيع الطالب الاستعانة بها حتى يقوم بأداء الوحدة على أفضل حال. دمتم بألف خير.